أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. أنا تربيت في بيت نصراني ودرست في مدارس الكاثوليكية طول حياتي إلى بل أن بلغ عمري 16 سنة. وفي تلك الفترة كنت أحب أن أشاهد الأفلام النصرانية، وكذلك كنت أخذ الكتب الأناجين الأربعة، كان مقسمة إلى كل جزء، كنت أخذها إلى بيتي وأقرأها، وكان فيها تصوير. فكان لي أصلا يعني في نفسي حب للأنبياء وبالذات عيسى عليه الصلاة والسلام. الشيخ وسيم من النصرانية إلى داعية للإسلام، كان حبه لعيسى عليه السلام باب من أبواب التعرف على الإسلام والاقتناع به. فلما ذهبت إلى المرحلة بعد الثانوية، يسمى عندنا كوليدج في بريطانيا، تعرفت على واحد من أفغانستان، فلاحظت أنه يصلي بشكل يومي. فلما سألته يعني أنت تلتزم بالصلاة؟ فلما قال لي أصلي 5 مرات في اليوم، أنا تعجبت كيف الإنسان يصلي 5 مرات، وجدت صعوبة أن أذهب إلى الكنيسة مرة في الأسبوع. فبدأت أن أدرس الأديان كلها، فخلال سنة كنت أقرأ كتب وأشاهد مناظرات خاصة أحمدية رحمه الله تعالى. فكنت أحس كثيرا كيف أنا أحب عيسى عليه السلام وأحب قصته، لكن هناك شيء ينقص، يعني أنا غير مقتنع بهذا. تقريبا بعد 6 أشهر ونصف السنة أخذني أحد الإخوة إلى أحد المشايخ في لندن، وذهبنا إلى بيته وتحدثنا في الدنيا وبداية الخلق وقصص الأنبياء، وذكر قصة كل نبي، مثلا من آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام، وذكر الأنبياء كلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام، يعدل العقيدة الصحيحة. لما قال لي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منفرد لحاله، بل أمرنا أن نؤمن بجميع الرسل ومنهم عيسى عليه الصلاة والسلام، فحسيت أنني إذا دخلت الإسلام لا أترك عيسى عليه السلام، بل أجعل عيسى عليه الصلاة والسلام أقرب إلى قلبي وأؤمن به بعقيدة صحيحة، بخلاف السابق أحب عيسى عليه السلام لكن مبني على ماذا؟ مبني على عقيدة فاسدة، يعني مبني لا يدخل العقل الصحيح، يعني كيف تؤمن أنه واحد من 3؟ هذا ممكن يعتبر من أروع 3 ساعات في حياتي. يعني في تلك الجلسة يعني خرجت من البيت كأنني أخذت دش. حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس باللسان، وإنما الحب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق سننه في حياتك. وهذا نحن عندنا حد مقالة باللغة الإنجليزية: imitation, to imitate somebody is the highest honor that you give to somebody. وهذا فعلا صحيح، يعني إذا كنت فعلا تحب النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه. شيخنا، ومتى نطقت بالشهادة؟ نطقت بالشهادة تقريبا بعد دراسة الأديان كلها بسنة بعام، كنت مقتنع أن الإسلام هو الحق، فاتصلت بزميلي فقلت أنا أريد أن أدخل الإسلام، فأراد أن يجعل المشهد يعني شيء كبير لي، فأخذني إلى المسجد المركزي في لندن هنا، وذهبت إلى المسجد، وكان للإمام غرفة خاصة دخلت فيه ونطقت بشهادة. وعندما أفكر في هذا كأنني أنظر إلى نفسي، فعلا كأنني أنظر إلى نفسي، ما أدري كيف أصف هذا الشيء، لكن كأنني أنظر إلى نفسي أنني جالس أمام الإمام وهو يردد لي الشهادة، ونطقت بشهادة ودخلت الإسلام. وهذا يعتبر طبعا أعظم نعمة وأعظم يوم في حياتي أنني دخلت في الإسلام، الحمد لله. يا رسول الله، يا حبيب الله.